الحمد لله ارتفعنا شوي دول صغار يعني عارف نسير خلاص الحمد لله يوم عرفنا الناس وعرفنا الحلال وعرفنا السير والجي كما نسير حتى في ظهور الجمال نسير ونعيش هلنا هذا نحن عند الحدود ومشينا على الحدود جاي هنا بعد من ربع من خوياي وضعنا الحدود لين ظهرنا على السلم حقما ظهرنا على السلم جيت أنا خبرت الشيوخ قلت المكان قزينا شو رايكو قالوا الحين عملوا طريق عملنا طريق وحدود مشان لين وصلنا السلم ردينا بعد مناك شرق لين ظهر عمان ويوم ثبتت الحدود فتحات وثرنا طلعنا لين حدودنا الأولية لأن عندنا مخططات من الحكومة مسوينا هذا من زمان قبل أن نحن نشتغل وقبل هاي قبل الشرق وعطونا إياها قالوا هاي حدودكم نقول هذا فيه أثر كبير أثر ضد دوسة جمال دوسة جمال ما لها سنين ثلاث أثاري ماشي من طلعت أنا قلت هذه له أثر مطية أثرها صغير وصرت فيه هناك شيبان من شوابنا في الظفرة يبينونه خبرت لي واحد شايب هناك يوم يبتمعهم قال هي هذه الأول يظهرون مني من لي من العين ولا جاي من بقعة يبا السعودية أبا سائر هذا عنده جمال والجمال هذه ما عنده سيارات ولا شيء عنده جمال يسيرون في ظهورهن وفي الأمطار هاي اللي تمر ولا شيء هم يطوفون على على هذا سوي الجمال ثاري في هذا الصبخ ويوم رأيته هنا سوينا عليه وصرت أنشل البدو اللي هناك قالوا نعم هذا فيه الصفة هذا دوس المطي فيه ولو يأخذ لها ألاف السنين ما تخلص ثار المطي عدل عقب هذا أنا قمت أحط لهم دواري وهذا ما حد يجيهم حصلنا فيه أشجار بعد في الصحراء من زمان سألت عن هذا قالوا هذا فيه ناس يروحون من أبو ظبي يبون سعودية ليبة مكة ولا يبى سعودية وهذا اللي أنتوا ليه تحصلونه هذول الناس اللي يروحون ويدوسون في الصبخ الصبخ يبس ويظل آلاف السنين يوم قالوا لنا شيء قمنا نحن نوثقهن ونحميهن عن هذا يتم الحين في بينونا نحن وايد عندنا هذا سوينا عليهن سيور على اساس ما حد يتخربهن ولا حد يزين الحين موجودات هنا الحين موجوده اماكن وعمل دست المطيه دوسته ودوست عادها لين الحين ما ادري عادها الحين ما سرت عنه ما ادري شو سووا مش عيونهن ولا لا لا يانا مطر وبركة البوش وبرد مطعن يقومن سويت وينها ما عندي الحاف ما عندي ثوب وقت برد ناقة عندي واحدة من البوش مبروكة ما تقول شيء جيت في ينبها هني عند صدرها يوم أنا ستني يلست عند صدرها ردت رقبت علي تقول هوي عليك ورقت إلى قريب الفجر الشيء سوى المطية جنبها حار وأنا يلست بين يدها وبين رقبتها يوم شافتني هناك تحت طوت رقبتها على يسي حاطة هذا فوق اليد ورقت من النص الليل قبل نص الليل رقت ولين الصبح يوم جلست ويلوي علي أنا قلت في خاطري خبالة شاء ما ماتت ناقة حط يدي صوب خشم همي وقال لا نسم موجود لا عرفنا كيف الخاوي الريايي وعلمتنا في كل مكان و...
وعيشنا أهلنا الحمد لله من فضل الله، وما قصرنا الحمد لله في أهلنا. اليوم حي هال ونحن عنده، لا سرنا دار بعيد عنه. صيح لنا لهاك اليوم في ناس في حاجة، وفي ولا كنا مثل يعني الحمال حقنا على على الناس الأوليين يخبرون أهلنا، يقولون الأول شحاط والأول شفيه وهذا فيه وهذا فيه، لكن نحن ما الحمد لله هذا ما يانا. صح أن فيه عنده يخبروننا، بس هلنا بعد هل هلنا ما حد الحمد لله فينا نحن في وقتنا، نحن الحمد لله في خير وسهالة، لا لي في البلاد ولا في البر، ما حد منه شكاباس. والشخص اللي محتاج ولا شيء يا عند جيرانه عند ربعه عطوه اللي يبه، ما يكثرون ولا يقفون ولا يقفون من الناس. أم الله الحين الحمد لله الحين فيها من يوم من كل شيء موجود الحمد لله ومتوفر. يوم حنا في هناك إذا كان يوم عدنا عند الشيوخ، الشيوخ يمرونا يقول راح المكان الفلاني أو راح ندله، إلى نحن ندله كلا ندله. إذا كانت نبغى نسوي شيء شيء، إذا كان أنا مثلا عندي إمكانيات أسير له، قالوا خلاص، وهو ما يقصروا كل ما في أشغالنا، هاي الأشغال اشتغلنا فيها ولا هذا، لا زايد ولا عياله ما يقصرون شيء، يقول بنسوي نبغى شيء شيء شيء، وهي للحكومة لا من طرق ولا من مكانات ما تقدر سيارات تروح فيها، يا مكانات الناس هاي البدو ما يقدرون فيها يسيروا، ما فيها ما فيها شيء من الماء، ما فيها أكل حق قبل ولا حق شيء. أول ما نخبرهم نقول الموضوع شيء شيء شيء، وهو ما يقصرون يسرون حتى بعد من دون لا نسر حين هو يروحون يشوفون المواكب. إلا صار شيء عندي أنا وشفته هذا والنظر للحكومة هذا، أنا ما أقدر أتصرف فيه. وين أروح؟ أروح صوب ولي الأمر. لو وصلت ولي الأمر قلت له كذي كذي، هو يقرر ما يريد. إلى في مكانات متروكة، فيه عند ناس قال له اشتغلوا في هذا، أو نحب نشتغل في المكان الفلاني، وخذوا وهذولاك طولوا ما اشتغلوا او ما حد ياها. نحن لا شفنا هذا وعرف وعندنا يعني خبر ان هذول الناس ما اشتغلوا في المكان هذا، او الناس هاي ما اشتغلوا الشغل هذا، او الناس هذا ما اشتغلوا. من خبر؟ احنا ما نقدر نقولهم، هم نحن نخبر الحكومه. والانسان يشد حيله لان هذه بلده، وين بيروح عنها؟ ها؟ يعيش اللي فيها، الطير هو الطير، إلى سار بعيد رجع على موطنه.